قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. وش هي التقنية؟ تستخدمين التقنية؟ مو كثير. مو كثير. طيب وش التقنية اللي أحياناً تستخدمينها كذا؟ تطبيق اليوتيوب. اليوتيوب الجوال يعني صح ولا على الكمبيوتر؟ الجوال. على الجوال يعني إشكال التقنية كذا اللي تستخدمينها؟ الجوال وتتفرجين كذا على مقاطع أحلى كلام والمكتبة وقناة مجد الأطفال على اليوتيوب صح؟ صح. حلو يا لين. طيب بالنسبة للناس كذا، في بعض الناس يعني كذا يقعدون كذا ساعات طويلة كذا بعدين يقولون أوه عيوننا تعورنا، وش تقولين لهم؟ كلامهم صح كذا ولا غلط؟ غلط. غلط. وش الغلط؟ طيب أنهم يجلسون على الأجهزة كثير. حلو. طيب وبعدين وش ممكن يصير لهم لا قدر الله؟ لا قدر الله يفقدون البصر أو ما يقدرون ينظرون زين. حلو، ما يقدرون ينظرون زين، عشان كذا المفروض ينظمون وقتهم صح؟ يحدد وقت معين كذا صح؟ إيه. طيب بالنسبة للناس اللي يقولون كذا التقنية هذه غلط، ابعد كذا عن التقنية، لا تقربها أبد أبد، كلها ضارة كذا وما هي بزينة، كلامهم صح ولا غلط؟ غلط. يحددون وقت في اليوم أو في الأسبوع. حلو، ويشوفون أشياء مفيدة بعد صح؟ إيه. أحسنتي يا لين. التقنية الحديثة قربت البعيد وسهلت الصعب وأطلعتنا على كل ما هو جديد، فاختصرت لنا الكثير بمختلف أدواتها كالشبكة العنكبوتية والأجهزة المحمولة والمكتبية والفضائيات. كل تلك التقنيات لها قدر من المساوي بقدر الإيجابيات. الاختلاف يمكن في طريقة استخدامها لهذه التقنية، فالبعض يستخدمها بشكل إيجابي كإنجاز أعماله المهنية والإطلاع على كل ما هو مفيد في مجاله والتواصل الجيد في شتى بقاع العالم. ولكن ما نراه اليوم هو الاستخدام السيء لهذه التقنية من قبل البعض، فنراهم استخدموها بشكل خاضع كتقليد للمشاهير في الفضائيات ومراقبة بعضهم وبث الشحناء بينهم والتخريب والفساد. تعد التقنية مسؤولة عن إنشاء موارد مفيدة تضع جميع المعلومات التي يحتاجها الإنسان في متناول يديه، وقد أدى تطور التقنية إلى اكتشاف عديد. داهم فيروس كورونا الجديد حياتنا وغير من أنماط سلوكاتنا وعاداتنا، وفي هذه الأزمة التي فرضت التباعد بين الناس برزت أهمية التقنية في استخدام التواصل والتعليم عن بعد. أسأل الله رب السماوات والأرض أن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يرفع عنا هذا الوباء. أمين يا رب. أمين يا رب. ما شاء الله مشاركة متميزة جدا من إيان غلاب، يعطيك العافية إيان على هذه المشاركة المتميزة، شكرا جزيلا لك يا إيان. طبعا كلنا نعرف التكنولوجيا وأنها تأخذ وقت طويل، لكن قليل من يستخدمها للفائدة، فنحاول قدر استطاع لا تأخذ من وقتنا كثير. مثل أنا أقول أجلس على الجوال ربع ساعة، بدل ما تكون ربع ساعة تكون ساعة كاملة أو ساعات أربع ساعات، فهذا خطأ لأنه ما راح يفيدنا إذا رجعنا إلى القبر. نسأل الله السلامة. آمين يا رب. آمين يا رب. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.